تم إنشاء هذا البرنامج الطموح للأبعاد الاستراتيجية كثمرة للتعاون بناء ومفيد ما بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وكل من برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومنظمة الصحة العالمية بغية تجذير ثقافة التطوع ونشر قيم المواطنة وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق التنمية. إنكم تدركون الآمال العريضة التي تعلقها المجموعة الوطنية على هذا البرنامج من خلال النشاطات والخطط التي سيسهر على القيام بها من خلال تكوين وتطوير الشباب وترقية العمل التطوعي وقرص القيم والمسلكيات الفاضلة ومحاربة الانحراف والغلو والتطرف.